يا صباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022. إن شاء الله أكون مع حضراتكم من دلوقتي ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، حلقتنا بتكون متقسمة لثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي الفقرة الإخبارية اللي بنقول فيها أهم الأخبار اللي موجودة في الصحف المصرية، والفقرة الثانية هي فقرة الصحافة اللي هيشرفني فيها وينورني أستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي عبر ماسنجر، عشان نحلل مع بعض أهم عناوين الصحف المصرية اللي بتتصدر المشهد الصحفي. أما بقى الفقرة الأخيرة فهي عن المشروعات القومية اللي بتسعى ليها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة البلاد، ومدى تأثيرها على المواطن المصري، واللي هيشرفني فيها عبر ماسنجر دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. كمان هيكون معانا قراءة للمقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومقال بعنوان البابا يوحنا السادس. خلونا نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نبدأ أول فقرة في حلقتنا، خليكم معانا.